زيادة كبيرة في إصابات فيروس كورونا في أسبوع. النمسا تدعم حدودها الشرقية ب 120 جندي لمكافحة تهريب البشر. نصف قرارات اللجوء في النمسا غير صحيحة ويتم إعادتها. انخفاض طفيف في مستوى التضخم عند 5.3%. وارتفاع رسوم شبكات الكهرباء والغاز من السنة الجديدة. وأخيراً زيادة أسعار السيارة المستعملة وجولف فولكسفاجن هي الأعلى مبيعاً. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين والمرضى في أجازات مرضية ما يصل ل 15,000 مصاب. وأشار بيان لصندوق التأمين الصحي إلى ارتفاع الإصابات بمعدل الضعف مقارنة بالعام الماضي، ما يزيد الضغط على المستشفيات، حيث ارتفعت الحالات بأكثر من 40% في أسبوعين، وتزايدت حالات أمراض الجهاز التنفسي. وأوضح البيان أن معظم المصابين لا ينتهون في وحدات العناية المركزة كما كان في السنوات السابقة. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كانر عن القبض على 660 مهربا خلال العام الحالي، مشددا على أهمية تطوير مكافحة مافيا التهريب. وأشار كارنر إلى دعم النمسا لحماية حدودها مع المجر وصربيا ومقدونيا الشمالية واليونان ب 120 ضابط شرطة، مؤكدا على أهمية عمليات التفتيش الحدودية مع المجر وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لمنع إساءة استخدام حق اللجوء وأعمال مافيا التهريب، حيث أثنى على جهود الجنود وضباط الشرطة في عملية فوكس على الحدود المجرية. كشف تحقيق برلماني أن 40% من قرارات اللجوء في المرحلة الأولى كانت خاطئة، ما أدى لخسائر تصل ل 25 مليون يورو من 7 أشهر حسب ناشطين. ووفقا لوزيرة العدل ألما زاديتش في إجابة برلمانية من النائبة عن حزب النيوز شتيفاني كريسبا، فإن إجراءات التحقيق سطحية من سلطة اللجوء وتفتقر إلى الدقة بسبب الإهمال في التحقيقات، حيث تم إلغاء نحو 2551 قرارا من أصل 5364 قرار في عام 2022 بنسبة 40%، ولم تؤكد وزارة الداخلية الأرقام المقدمة من قبل الناشطين والسياسيين، وذكرت أنها تسعى لتحسين جودة عملها. شهدت النمسا انخفاضا في معدل التضخم بنسبة 5.3% في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، مع انخفاض طفيف عن أكتوبر الماضي. وأشار المدير العام للإحصاءات النمساوية توبياس توماس إلى انخفاض أسعار المطاعم واستمرار تراجع أسعار الوقود، فيما زادت تكاليف السكن والماء والطاقة بنسبة 5.5%، وبقيت أسعار الغاز ثابتة بينما ارتفعت تكاليف الإيجارات والصيانة. وارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية للسلة الصغيرة اليومية بنسبة 7.2%، وزاد مستوى الأسعار للسلة الأسبوعية بنسبة 3.0% على أساس سنوي. أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا إيكونترول عن زيادة رسوم في أسعار شبكة الكهرباء والغاز الثابتة اعتبارا من يناير 2024، وسترتفع رسوم الكهرباء بنسبة 11.25% مع زيادة 2.70 يورو شهريا للكهرباء و90 سنتا للغاز للمستهلك العادي. أما رسوم شبكة الغاز فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3% في المتوسط
وتعزى زيادة إلى التضخم والاستثمارات وكميات الإمدادات المنخفضة وتوفير الطاقة، حيث تمثل الرسوم الشبكة ثلث فاتورة الكهرباء وحوالي 30% من فاتورة الغاز. ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في النمسا 5% مقابل 9% في المتوسط الأوروبي عام 2023. وفسر نيكولاس منشيس مدير منصة أوتو سكوت 24 في النمسا انخفاض ارتفاع أسعار السيارات في النمسا دون معدل الاتحاد الأوروبي على الرغم من التضخم العالي كإشارة إيجابية لسوق السيارات المستعملة في البلاد، وأن هذا التطور طبيعي بعد الزيادات الكبيرة السابقة، وأن الارتفاع لم يكن بسبب نقص العرض، وذكر سيارة فولكس فاجن جولف كانت الأكثر طلبا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.